مساء الخير، صباح الخير عليكم أينما كنتم. معكم نوبة نتود خليل من جمعية اللغة النوبية، واليوم حيكون عندنا محاضرة أو يعني لقاء تثقيفي بمناسبة اليوم العالمي للغات في العالم أو للغة الأم، وخصصناه ونحن في جمعية اللغة النوبية بنحتفل بهذا اليوم. خصصناه لواحدة من اللغات النوبية الحبيبة اللي اشتغلنا عليها لفترة طويلة، لأكثر من 18 عام. فاليوم محاضرتنا القصيرة جدا بعنوان تاريخ لغة نوبين، تاريخ من الصمود من أجل البقاء. والسلايدز أو البرزنتيشن اللي احنا عديناه اليوم هتكون مكتوبة برضو باللغة الإنجليزية للناس اللي ما بيتكلم عربي أو ما بيقرأ عربي، يتابعوا برضو البرزنتيشن أو هذا العرض والاستعراض. طيب، في البدء نبدأ إنه لغة نوبين واحدة من اللغات النوبية الثرية جدا، واللي أصلا يعني إذا ذكرت لغة من اللغات النوبية المهمة في التاريخ المعاصر حتكون هي لغة نوبين. لا، ولشهد إنسانة مآسي كثيرة. واحدة من المآسي اللي هي مأساة بناء السدود، وخاصة السد العالي اللي على اللي يعني بعد ما إنشاؤه على إثره حصل تهجير قسري وإغراق للمنطقة وتبعتها آثار سالبة للمجتمع. واحدة من الآثار المباشرة كانت هي التهجير، والآثار الغير مباشرة كان هي يعني المجتمعات النوبية اللي جاية من المنطقة دي فقدت اللغة شيئا فشيئا. فحصل عندنا معركة للبقاء، وخاضوها أبطال من هذا المجتمع، ولا زالت المعركة إلى يومنا هذا في حوالي، يعني هي معركة استمرت قبل إنشاء السد العالي actually، وتواصلت المعركة. ممكن الآن أن احنا في الجيل الخامس أو السادس من الناس اللي بيحاولوا بقوة إنه أو مجتمع نوبين بيحاول بقوة إنه يصمد. فهل يا ترى هذه اللغة ستصمد للفترة الجاية؟ هي احنا نشهد الآن عهد الرقبي وعهد العولمة والتغيير الكامل. والآن اللغة يعني من اللغات اللي وضعها very endangered. فهذه هي معركة الصمود من أجل البقاء كما أسميناه في هذا التنوير القصير. نبدأ الاستعراض. طبعا في البدء نحن نرحب بكم، welcome to Nubia. When we say Nubia، نحن لما نقول Nubia الوطن النوبي الكبير اللي هو بيشمل السودان وما بعده، الوطن الإفريقي القديم، وأهل النوبين أو مجتمع نوبين بس بيحيوا بهذه التحية مسكا جيلو، والتي نعتقد إنها فيها جزء من الماضي القديم، الماضي القديم جدا لهذه المجموعات التي سكنت في وادي النيل وفي منطقة النوبة السفلى، وامتدت تأثير على جزء كبير من السودان. ونعتقد أنه لا يمكن فهم تاريخ وادي النيل من غير فهم هذا المد النوبي، الثقافة النوبية واللغات النوبية كمؤشر أساسي لهذه الحضارة الراسخة القديمة. سو مسكار جيلو ويفيجلو نوبل توتشي منو
welcome to Nubia. طيب، النوبة تاريخا وحضارة وثقافة امتد تأثيره إلى كل وادي النيل وما بعده. ولما أتكلم هنا عن وادي النيل يشمل السودان والمناطق المجاورة له كلها. فوجود المسمى نفسه، لا أعتقد أن هذا المسمى يمكن أن يحتوى في مجموعة. فنوبين واحدة من اللغات والمجتمعات النوبية، ولكن وجود النوبة قوي ويعني وممتد في مجموعات نوبية في شمال السودان، مجموعات نوبية في وسط السودان جبال النوبة، مجموعات نوبية في غرب السودان في دارفور، مجموعات نوبية في الجزء الجنوب الشرقي في البلو نايل، مجموعات نوبية يمكن خارج السودان نفسه سواء كانت امتداداته على إريتريا أو على مصر في جنوب أسوان اللي هي بقت جزء من، هي كانت أصلا جزء من السودان، يعني نتكلم عن أسوان هو جزء من السودان. مجموعات نوبية خارج المنطقة بتاعت شرق أفريقيا في الجزء الغربي وهكذا. ويمكن يكون في مجموعات نوبية يمكن تم تهجيرها خارج الغارة تماما واستقرت في هذه المستوطنات. فهذه النوبة بكل تاريخها بعصر الكنداكات ابتداء من كرما والدفوفة ودوكيجيل المعبد الأحمر إلى أيام كوش ومروي، وهذه هي لمحة من التاريخ المشرق لإفريقيا التي لا يمكن حصرها في مجموعة بشرية سكانية واحدة في السودان، إنما نقول إنه في مجموعات يعني مؤتلفة من الأفارقة يعني شاركوا في هذا الصرح الكبير من الحضاري واللي بدأ يتلاشى يمكن ما تبقى منه في أرض النوبة السفلى كان هو آخر صمود للبقاء، كما تصمد الآن اللغة تحاول تصمد، هو آخر صمود للإنسان الأسود في أرضه أرض النيل، لأنه حصل إحلال وإبدال عبر التاريخ، وبيحصل لأنه يحصل طرد الإنسان الأسود من أرضه وإبداله بسكان تانين، ودي كانت المعركة. فإذا نوبين ليس وحدها انها بتخوض، حتى المنطقه كلها تخوض معركه البغاء من اجل هل سيكون في وجود لهذه المجموعات. طيب، هذا جزء من التاريخ ما نجد في الاثار، جزء من ملامح هذه الثقافه العظيمه في اهرامات في السودان او في بلاد النوبه. السودان الاسم الحديث الاستعماري، بلاد النوبه هو الاسم القديم أو بلاد كوش، كل هذه المسميات كان لا تتعارض. وهذا يعني هذا الشعب العظيم اللي خلف آثار عظيمة جدا الآن تزين جزء كبير من المتاحف الأساسية في العالم، وللأسف في بلاده نفسه تشهد قطاع الآثار إهمال كبير جدا سواء كان على المستوى الشعبي أو على المستوى الحكومي. فلا يعقل أنه يعني تاريخ بهذا الحجم أنه يهمل يدفن، يعني يعاني ما يعاني. وهل كما تعاني اللغات الصمود كذلك تعاني الآثار القديمة، آثار النوبة القديمة وآثار كوش يعني قديمة، أن هي تكون موجودة للأجيال الجاية والجاية، ما يحصل لها نهب أو كسير أو تدمير أو من بحث الباحثين عن الذهب. طيب، نوبيا الاسم القديم للسودان هو كان
مكان ليس فقط للحضارة المادية، ولكن أيضا لازدهار الكتابة واللغات والنوبيين أو الكوشيين. ولما الفكرة يا جماعة، نحن لما نتكلم بالنوبيين أو يعني نحن نتكلم بشكل مركزي، لأنه الثقافات المركزية هي بدعاية لأنه يكون في شعب واحد عنده مركزية واحدة. ده عقل ضيق جدا، عقل المركزية الغربية. إنما لما نتكلم بشكل حضاري، بنتكلم هنا على إنه في الشعب شعوب كثيرة قعدت في المنطقة وكونت ما يسمى بالثقافة والحضارة النوبية، وأصبحت هي مركز لتقدم هذه المجموعات الإفريقية. طيب، المنطقة دي شهدت كتابات كبيرة جدا، الحروف الهيروغليفية فيه في منطقة ما يسمى بكيمت أو مصر، الاسم الفرعوني التوراتي مصر، والاسم الإفريقي كيمت، وكذلك نوبيا. فنوبيا هي ممكن تكون the mother of Egypt أو the mother of Kemet، لأنه الكتابات الهيروغليفية موجودة أيضا في السودان أو في النوبة، موجودة في المعابد النوبية كما هي موجودة في المعابد المصرية أو المعابد الكيميتية. في فترة ميروي حصل ازدهار للكتابة، وقدم النوبيين أو الشعوب النوبية قدمت كتابة أبجدية أو نظام أبجدي حديث، وعرف بالأبجدية المروية، وهذا موجود في المعابد المروية أو في الكتابات النصوص، وهو أبجدية يعني بسموها ألفا سيلبري سيلبري، يعني هي inherent vowels، يعني هي فيها vowels ضمنية، يعني ما ظاهر الفاولز، هي كتابة بحروف ساكتة، يعني زي تشبه الكتابات في زمنها، يعني الكتابات الأشورية، الكتابات السامرية، الكتابات الآسيوية بشكل عام، زي العبري زي كده. فكان خط، وكان فيه زي 24 23 صوت، وفيها الأصوات الإفريقية النيزلز، هذه الأصوات موجودة. فكذلك النوبة في الفترة العصور الوسطى والفترة المسيحية قدمت أيضا كتابة عظيمة جدا، وقدمت موروث للكتابة، واستخدمت الحرف الإغريقي مع تعديل من الجيران الأقباط، أخذوا جزء من الحروف القبطية وجزء من الحروف المروية، وأصبح لديهم ما يسمى بالأولد نوبيان سكريبت أو الحرف النوبي أو نظام الكتابة النوبي القديم، وده استمر لحوالي 1200 سنة. يعني النوبيين يكتبون وشعب كاتب، يعني السودان القديم كان سودان كاتب، عنده حضارة، عنده كتابة. الكتابة يا جماعة بتعبر عن، يعني مما بدأت الكتابة بدأ التأريخ، عملية التأريخ بدأت مع ظهور الكتابة، ونحن كنا من أوائل الشعوب اللي لها تأريخ، لها كتابة، لأنه سبقنا كثيرين في الكتابة، عندنا تدوين جيد وكتابة في كل المجالات. وهذا نموذج من الكتابة. هنا أيضا ندي يعني اعترافا بدور بعض العلماء، يعني بروفيسور براون واحد، وجابليو جريفيس، ومجموعة من السكولرز، عشان احنا نكون حقانيين. في جزء من الغربيين they dedicated their life، يعني هم كرسوا حياتهم من أجل الشغل على هذه اللغات والنصوص النوبية القديمة، ونحن نديهم يعني حقهم التاريخي والأدبي والامتنان، ونشكرهم جدا على هذه المجهودات. ويمكن واحد من الناس اللي كرمته جمعية اللغة النوبية هو كان بروفيسور براون في العام 2004، هو توفى، و2006 عمل له تكريم في النادي النوبي. وهكذا، وكانت النوبة ونصوصها القديمة ولا زالت شاهدة على هذا الثراء اللغوي والازدهار اللغوي. فهي في الفترة دي كانت هي لغة رسمية، يعني اللغة النوبية القديمة كانت هي اللغة الرسمية
على مستوى حدود السودان، إذا مسكنا الثلاثة ممالك النوبية القديمة، يعني مملكة النوباتيا أو المملكة الشمالية في النوبة السفلى، ويليها في النوبة الوسطى مملكة أو النوبة العليا مملكة المجر أو ما يسمى بالعربي المقرة أو ماكوريا بالنطق الإغريقي، ومملكة ألوديا أو ألوت أو علوة بالنطق العربي. هذه الممالك كانت لها يعني مزدهرة لغويا، خيل يعني بالإضافة للازدهار المادي والحضاري والمعماري اللي استشفيناه من الآثار، الازدهار اللغوي هنا والرسمية الكتابة ورسمية اللغة، وفي نصوص كثيرة من هذه الكتابات مدونة يعني تورينا أن النازل كان عندهم sophisticated life، يعني عندهم تمثيل قضائي، تمثيل تعليم، نصوص عن الحكم والميراث، مراسم الملك، كتابات كثيرة. طبعا جزء منها مسيحي والدين كان يبدو أنه طابع على غالب، كما حال السودان الآن الصوفي، يعني دائما النزعة الدينية، النزعة للأخلاق، هذا ما عرفت به والمنطقة دي والثقافة إنسانها. اللغة نوبين التي تعاني الآن هي واحدة من اللغات اللي نقول إنها هي لغة ممكن تقول إنها هي endangered، لكن هي لغة الفطرة، يعني بقول الفطرة المزدهرة من التاريخ الوسيط للسودان أو لبلاد النوبة. فعمر هذه اللغة حوالي 2600 سنة، ضيضاعة من اللغات القديمة الآن في العالم، مستوى العالم، يعني لغة عمرها 2600 سنة على أحسن تقريب. ونوبين هي لغة تصنف كلغة من النايل صحارى، وهي لغة نيلو نوبية وإسترن سودانيك، السودانية الشرقية حسب السب جروب، وده بيخليها إنها هي موجودة في المجموعة النوبية مع إخوتها النوبيات الميدوب، البرجد، مجموعات الأجن اللي هم الدلنج حوالي مدينة الدلنج في جبال النوبة، وكذلك يخليها مع كوجودة في إسترن سودانيك مع أمها اللي هي اللغة المروية، ومع أخواتها الثانيين، يعني أولاد عمومتها، يعني سواء كان اللغات الموجودة في دارفور أو اللغات الموجودة في البلو نايل أو اللغات الموجودة في جنوب السودان الحبيب الذي انفصل يعني. وهذه كلها هي تكون اللوحة النوبية القديمة. وطبعا يا جماعة في حاجة غريبة، يعني إنه في نزعة كده، كما هي تحارب هذه اللغات كذلك تحارب التاريخ النوبي. لما يتكلم عن السودانيين اليوم بيتكلموا عن الحضارة ودارين نستعيد كوش، وبيحاول يعمل قطيعة ما بين هذه المجموعات النوبية وما بين تاريخ الكوشي. يعني وانت حتستعيد كوش كيف اذا ما كان اصلا عندك وجود لهذه اللغات؟ يعني اللغات دي النوبين واحدة من هذه اللغات. اللغات المحلية في السودان بشكل عام هي لغات مهددة بأنها تموت. السودانيين إذا عاوزين يحيوا تاريخهم اللي بيقولوا كوش، هي هذه اللغات هي اللي بتحمل السمات. لا يوجد مجموعات الآن في داخل لغات أو ثقافات المحلية تحمل إرث كوشي كالمجموعات النوبية. والكلام ده نقوله من صغر، يعني موجود في التراث المحلي، في مكون اللغة نفسه المحلية، يعني كوشنير مثلا في جبال النوبة، أغاني كوش، جيش كوش، كوشينكل، في مناطق بعينها اسمها كوشا مثلا في شمال السودان، قرى مسميات الناس، مسميات المناطق في جبال الميدوب أو مناطق. هذه اللغات وهذا كذلك أتوقع نفس الشيء موجود في جنوب السودان، اللغات التهنكون جويروش، هذه هي المجموعات الكوشية. فإن إذا 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 كان في استعادة فعلا قومية، المفروض الناس تعكف على دراسة هذه اللغات واستنباط تاريخهم المحفور في هذه اللغات. اللغات دي نوبين هي واحدة من اللغات
اللي بتحمل الإرث الكوش، لأنه بعدين القطيعة ما بين مسميات نوبة وكوش، ظهر مسمى كوش مسمى قديم، وكذلك ظهر مسمى النوبة من فترة كبيرة جدا، يعني من الأسرة الأولى في مصر اسم النوبة وارتبط. وما أنا ما أعرف الفصل في الألفاظ، يعني السودان أو كوش أسماء كثيرة، يعني هل ماذا لماذا سيتعارض يعني مثل فكرة ذاتها كوش والنوبة تاسيتي أرض الأقواس، هذه كانت مسمياتنا في الفترة القديمة، فما شايف إنه في مشكلة في الحياة دي. فكلمة نوبين جاي من نوب، ونوب يعني الإنسان الأسود الذي يسكن هذه، سمى نفسه نوب، وكذلك سمى نفسه كوش، وبرضه نفس المسمى نفس الدلالة، فما هو سمى نفسه بنفس الاسم أسماء كثيرة، ونوب تعني أسود وكوش تعني أسود، وفي لغاتنا هذه موجودة، وشن في جزء من لغات جبال النوبة تعني أن يسود الشيء، هذه في واحدة من اللغات اسمها طبق موجودة يعني، وهكذا. طيب هو سمى نفسه نوب، وسمى ومجموعة تسمى نوبين، ونوبين هي بسموها الجينيتيف، الحاجة اللي بينتسبوا لها تنتسب لنوب هي نوبين، فكانت هذا هي نسبة إلى نوب إلى المتحدث. فالمتحدث بيقول إنه لغته هو لغة السود، يعني لغة السود يعني لغة الكوش، كوش يعني أسود، هي ما كوش بالمناسبة، هي كوش كوشينكل يعني جيش أسود، كوشا منطقة في الشمال. فنستشف من هنا إنه النطق القديم للنازل كان مسمو بلدهم كوش، النطق العبري سموه كوش، فالأوش ده أو الكوش ده حسب الكلام هو الأسود، والنوب هو الأسود، فكل معناه واحد. فالفصل ده لخبطة يعني، عبارة عن يعني جهل، جزء من الجهل بهذه اللغات ذاتها وبتركيبتها، والجهل ذاته بثقافتنا وتاريخنا هذا الفصل. فما في اعتراض ما بين مسمى نوبيا للسودان القديم ومسمى كوش للسودان القديم، وكل حقبات تاريخية يعني عندها دورة وعندها طلعت من رحم هذه الأرض المباركة. طيب هذه اللغة يعني لها مهم أهمية، النوبين لغة النوبين دي مهمة ليه يعني؟ ليه هي نحن في الجمعية بندعم هذا النضال من أجل الصمود؟ لأنها هي واحدة من اللغات كحال اللغات الثانية النوبية بتربطنا بالمروي، مش متعاوزين كرش، ليه بتربطنا بالمروي الكلام ده؟ ما هذا ده شغل احنا عملنا مقارنات بس، وده آراء كثيرين. التصنيف الأخير لكلود ريلي يضع اللغة المروية في الإيسترن سودانيك وفي النورث إيسترن سودانيك، وهذه المجموعة الشرقية السودانية، اللغات السودانية الشرقية يعني، ويجعلها هي كأم لهذه اللغات النوبية بشكل عام. ونوبين من خلال دراستنا لصوتياتها تغارب لغة اللغة المروية بشكل مخيف، يعني 24 مقابل 23، نفس بعض السمات الصوتية في هذه اللغة في المقارنة، جزء كبير من يعني هذه مقارنات ما بين كلمات يعني مفرغة من اللغة المروية وتطابق في المعاني مع لغة نوبين. فإذا هناك رابط لهذه اللغة، ومثلا لغة نوبين لا تنطقها، لا يحتوي الصوت ز، وكذلك المروية. فهنا بيكون إذا نحن عاوزين نستعيد الماضي، الناس عاوز تدرس، نحن بنقول إنه هذه اللغة واحدة من اللغات المهمة جدا دراستها على المستوى القومي، وهذا ما نفعله إنه ندرسها لكل السودانيين نملكها. كذلك هذه اللغات زي ما قلت هي تحمل هذا الإرث وتحمل هذه السمات المتشابهة، ورغم أن اختلاف وجودة في السودان، اختلاف وجودة في السودان مفرغة، ولا زالت تحمل هذا الإرث الكبير. فنحن نتكلم عن معركة الصمود للنوبين، هي ليست وحدها، هي وأخواتها وأمهم
النوبية القديمة. فإذا صمدت نوبين معناها الأنداندي أو الدنقلاوي، معناها الكاركو، معناها التقلي، معناها التدنال وهكذا. فنوبين عندها مأساة في ألف سنة في الستينات، تم تهجير كبير، عدد كبير جدا من المتحدثين، ويمكن تعبر عنهم هذه اللوحة لهذه السيدة. ألم حصل، ألم الإغراق والتهجير والتشريد من أجل شعب تاني. ولماذا ضحى السودان بنا؟ لا نعرف، ولكن هناك، يعني أنا عاوز أتكلم عن هذه المأساة، لكن تداعيات هذه المأساة على اللغة كانت كارثية، لأنه في أجيال كثيرة جدا تم تغريبهم بعيد جدا عن أرضهم، وشيئا فشيئا اللغة فقدت أو بشكل أو بآخر الآن هي ماشية في مرحلة الموت. كذلك سياسات الدولة السودانية، يعني من استغلاله إلى انفصال الجنوب الحبيب أو استغلال الجنوب. الدولة في المركز في الخرطوم كانت تحارب الثقافات، والسودان اللي هو ورث الدولة الاستعمارية، دولة ما بعد الاستعمار، ما بعد الاستعمار دولة كانت أحادية الثقافة، حاربتنا جدا. نحن كجزء من النوبيين في الشمال، وكذلك النوبيين في الجبال، وكذلك النوبيين في جنوب السودان، وكذلك، شوف أنا بستخدم كلمة النوبيين لكل السودانيين، وكذلك النوبيين في بلو نايل، وكذلك النوبيين في دارفور، وكذلك النوبيين في منطقة شرق السودان أو البيجا. هؤلاء كل الناس، اللي أتكلم عن النوبة هنا أتكلم عن حضارة، ما بتكلم عن اسم اسمي، أتكلم عن اسم حضاري. وهؤلاء كلهم عانوا، وكانت لغاتهم تعبر عنها كرطانات، منعت من الاستعمال الرسمي، جففت من المصادر، حوربت في المدارس، حوربت المجتمعات، كيل بها المكيالات، المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، وحتى الأكاديميين حاربوا هذه واتهمونا. يعني مثلا لما كنا ندرس اللغة قبل أكثر من 15 و20 سنة، لما حتى جيلنا الجديد كنا نعاني ما نعاني، ويتم تجريمنا والضحك علينا والاستهزاء بنا. فهذه هي واحدة من العقبات الكبيرة اللي كان الآن نتمنى أن المجتمع السوداني، وكذلك كنا بنحافظ أنه نحن بنقول يمكن هذا الجهل للمجتمع، نحن حنواصل المعركة اللي هي نحارب الجهل وليس نحارب الإنسان، لأننا عارفين من شعبنا كيف نحارب الشعب السوداني حتى لو عمل فينا ما عمل، لكن نحن بنحارب هذا الجهل من أجل الوعي. وواصلنا هذه المسيرة اللي لقيناها من أجيال قبلينا كانوا بيعملوا نفس الشيء، بيقول لنا نفس الرسالة. فجمعية اللغة النوبية هي مؤسسة أهلية نوبية، خاضت المعركة دي ولا زالت تخوض من أجل نشر الوعي وسط جموع الشعب السوداني، ونحن شغالين في معظم اللغات من أجل توصيل رسالة واحدة، يا جماعة إذا السودانيين هذا هو إرثكم. اللغة دي تحمل أكبر من كونها أداة للتواصل، اللغة دي تحمل تاريخ، اللغة دي محفور في أصوات أو في كلمات، معلومات كثيرة جدا أنتم مفروض تعرفوها، ومفروض تملكوها للأجيال الجاية، مفروض تدرسوا وتعكفوا على دراستها، مفروض تسمحوا لنا نحن ندرسكم ونواصل هذا المشروع اللي نحن بنعتبره مشروع قومي تحريري من أجل تحرير العقل السوداني، لأنه لا يمكن أن ننهض شعب من غير هوية ومن غير، وما في هوية من غير لغة، مشروع لغوي، والسودان متعدد اللغات. طيب نوبين هي لغة إفريقية محاربة كأخواتها في السودان، ما كانت محاربة في المدارس، ونعتقد أن هذا رجعية وهذا موقف عنصري من هذه الحكومات المتوالية على الدولة السودانية. طيب حال هذه اللغة الآن موجودة الآن في السودان، موجودة في مصر، في الخليج، في المهاجرين في كل العالم. وحسب الإحصاء لسنة 96 في حوالي
ما أكثر من 70، هذا ده 700 ألف، وطبعا كل 10 سنين بيحصل ديجراديشن. يعني الآن الموقف خطير صراحة، يعني الرقم ده الآن يمكن نصفه ما موجود الآن على مستوى السودان، يعني ما موجود الآن حوالي 300 ألف. لا يمكن أن نقدر نحصي 300 ألف شخص يتحدث اللغة، فالعدد ده قليل شديد، أقل من كده بكثير. وبالتالي احنا بنخش في مرحله ما يسمى باللغات المهدده بالاندثار، الاندينجر لانجوج. ونوبينا الان هي في مرحلة الاخيره للاكستنشن، للانقراض، ما لم الاجيال الجايه الحاليه هي من اللغه وتعمل عمليه اسعاف من احياء اللغه. وده موضوعنا اللي احنا كوننا به هذه الجروب، ما فقط من أجل النوبين، نتكلم هنا عن كل اللغات يا جماعة. اللغات دي هي تحمل تاريخكم، هذه اللغات تحمل تاريخكم، أي لغة فيهم هي جزء، مش تتكلم عن كوش، جزء من اللوحة الكوشية القديمة موجودة محفورة بهذه اللغات. منطقة جبال النوبة غنية جدا بلغات النوبية، منطقة دارفور كذلك في اللغات النوبية. هذه اللغات مهمة جدا، فيها الإرث، فيها التاريخ، فيها الحضارة، فيها كل شيء، فيها المعرفة. طيب، هذه جزء ما تم في السودان هو جزء من المخطط الكبير، لأنه اللغات الإفريقية تحارب داخل بلادها وتحارب عالميا. نحن كمجموعة سكان إفريقية في أفريقيا، يعني indigenous people، يعني سكان أصليين في إفريقيا، حرمنا من هذه ما يسمى به إنه يكون عندنا حرية اللغة، تطوير اللغات، رغم إنه ثراء إفريقيا بكل هذه اللغات، إلا إنها حرمت من الـ من الـ من من إنها تكون موجودة في العالم. الآن لا توجد لغة إفريقية واحدة تمثل يعني ضمن هذه اللغات العالمية اللي هي ممكن تكون في التجارة العالمية، الدراسة، التكنولوجيا. وكذلك ده بيفسر انه ليه الأفارقة بعيدين من الإنتاج. وأنت لما يكون عندك لغة، اللغة هي أول الكلام ده ظن نردد ونكرره كثير في كتاباتنا وكذلك في محاضراتنا، انه أول ما ينتج المجتمع هو اللغة، وده خطورة اللغة. فاللغة هي أول برودكشن، أول إنتاج للمجتمع، وهي بتحدد الهوية والثقافة واللمحة والاستغلالية بتاعت المجتمع ده. وبالتالي المجتمع ذاته ممكن يكون دايركشن بتاع إنه ينتج ولا ما ينتج من اللغة، لأن اللغة الأسماء، الإنتاج يعني أسماء، يعني اقتصاد، يعني ازدهار، ما بس هي عبارة عن تواصل، هي في حاجات كثيرة. ليلة اللغة الإنجليزية فرضت وجودها في العالم لأنها هي لغة إنتاج، لغة تعليم، لغة الثقافة. طيب، في جزء مهم جدا عاوز استعرضه، اللي هو في هذا اليوم ونحن بنتذكر اللغة الأم، نحن في جمعية اللغة النوبية لازم نحن يعني نقول نذكر أبطالنا، أبطال هذه المعركة العظيمة من أجل البقاء والصمود. وحوالي 65 سنة من العمل الدؤوب، وكان في أبطال نوبية في المنطقة بتاعت نوبين، واللي هم حملوا راية طليعيين والحمد وراية النضال من أجل اللغة. وده كان موقف جميل. وأغلب النازل، أنا طبعا في ناس ما قابلتهم اثنين، لكن قابلت منهم اثنين، على الأقل في اثنين منهم قابلتهم وكانوا أساتذتنا، وهم من الناس اللي خدتوا اللبنات لهذه الجمعية. فنقول لكم إنه هذه الناس كان عندهم دوافع ذاتية دافعهم كده، وكانوا أبطال. هم كانوا ممكن نقول عليهم ناشطين في اللغة،
لكن كانوا أكثر من ناشطين في اللغة. أغلبيتهم تركوا بصمات، يعني في جزء منهم ترك لنا قواميس وعمل وعمل. أغلبيتهم ممكن نسمهم على شيء إنهم أخذوا طريق واحد اللي هو المعرفة، النضال بأسلوب المعرفة، النضال من أجل اللغة، لكن كلهم جهزوا نفسهم، كل واحد فيهم هو غامة نوبية عظيمة ترك بصمته في المجتمع. للأسف هؤلاء هم أبطال النوبة الحقيقيين اللي هم ما في حد بيعرفهم كثير، أو الناس لما تتكلم بيتكلموا عن شخصيات ما بتكون مؤثرة. ده أنا أعتقد إنه إذا كان في يعني ناس حقيقيين المفروض يخطوا لهم يعني تماثيل للأجيال الجاية، إنه هؤلاء هم أبطال النوبة. في بتكلم هنا عن لغة نوبين، وكذلك بيكون في ناس في اللغات النوبية الثانية أبطال اللي بيشتغلوا في اللغة. لكن أخص بالذكر هنا واحد منهم، محمد متولي بدر. هذا الرجل ترك لنا عمل من سنة 55، يعني الرجل ده ممكن يكون يعني بدأ العمل ده في الثلاثينات. اتخيل، في الثلاثينات كان عنده وعي للغة، ما مارس سياسة ولا كان عنده شغل بأي حاجة غير اللغة، وترك لنا مؤلفات عظيمة جدا عظيم. 55 أول المؤلفات للغة النوبية كان هذا الرجل، واللي جو ليتر أوروبيين يدرسوا كتبه عشان يحاولوا يجاروا فيما عمل. عمل غواميس، عمل غاموسين على الأقل واحد مطبوع، عمل دون كتاب عن الأمثال، وعمل عمل عظيم جدا عن الجرامر، وعمل حتى كتاب لتعليم اللغة. وهو كان رجل أصلا في مجال التربية والتعليم، وكان رجل عنده مكانته في مصر، ترك كل هذا واتجه للغة. كذلك أستاذي الراحل المقيم العظيم محمد الهادي حسن أحمد هاشم، الذي يعتبر نفسه تلميذ لمحمد متولي. هو كان بيكلمني كثير عن محمد متولي بدر لأنه من منطقته، وقابله وقال لي يا أخي هذا الرجل. بعدين محمد متولي بدر كان رجل صادق، ولما يدون الكتابة لازم يتأكد تماما أنه ما في كذب، يعني كان زول دقيق جدا في أنه لازم يأخذ المعلومة الصحيحة. دي واحدة من الحاجات اللي أنا عاوز أصل بها المجموعات دي، بالتحديد الشخصيات محمد متولي محمد الهادي. كان ناس صادقين لدرجة عظيمة، ما في علم ومعرفة من غير صدق، من غير أخلاق، إيثكس، أخلاق الباحث، إنه هو ياخذ المعلومة وينسب المعلومة لصاحبه. هذا مهم جدا. المجتمعات النوبية دي لو كان عندها تاريخ جميل هو تاريخ الأخلاق، يعني ما في حضارة تتبني من غير أخلاق. محمد الهادي حسن أحمد هاشم كذلك رجل كرس حياته 50 عام من تكريس الحياة، لم يتزوج، لم يسافر، لم يترك النوبة. كان هم الشغف كله إنه يدون هذه اللغة من أفواه المسنين، مسافر بالحمار من غرية لغرية، من حتة لحتة، دون ما يغاء أكثر من 1000 أسطورة بتاع التراث، يعني قصة. كذلك دون كمية من الكلمات وأسماء النوبية، وكذلك عنده ترجمات كثيرة، وعنده أعمال عجيبة جداً. هذا الرجل عنده قاموس نحن شغالين في إصداره، كذلك عنده كمية من القصص للأطفال، ونحن أصدرنا بعضها منها وشغالين في إصدار جزء منها. هذا الرجل كان عظيم، يعني عظيم. يعني أنا لم أشهد واحد يعني يعرف اللغة تلنوبين زي الهادي حسن أحمد حاشم. هو ونرضوا ننسب الفضل، لاحظ كل واحد تلمس على الثاني. كذلك كنا محظوظين جدا بأخونا وأستاذنا الدكتور صبار، وكان هو أستاذي أنا شخصيا، تلمست على يده، وده مدرسة من المعرفة. لما يتكلم عن encyclopedic person هو ده هذا الرجل. هذا الرجل من المثقفين، هو طبيب ترك الطب تماما وتفرغ للغة. لاحظ
يعني هؤلاء ضحوا بحياتهم الشخصية. هذا الرجل ترك الطب تماما، طبيب من أنجح وأذكى الأطباء، ترك تماما وتفرغ للغة نوبين وبدأ يدرس اللغة. وهذا الرجل كان يتكلم الألمانية والإنجليزية والعربية، تكلم العربية هنا يعني العربية بإجادة عجيبة يعني ممكن يدرسها يعني، ويتكلم الإنجليزية بإجادة عجيبة وكذلك لغة نوبين. وهذا الرجل عجيب، وبدأ يدرس العبرية. يعني هذا الرجل كان عجيب جدا عجيب، لا الكلمات لا توفي حقه. يعني هذا الرجل هو واحد من الناس اللي وضعوا الأساس اللبنات للقواعد اللي نحن بنكتب بها اليوم الآن في على مستوى جمعية اللغة النوبية، وكذلك وضع كتاب لتدريس اللغة تدريس اللغة نوبين والأنداني. وهو كان زو ريسيرشرز، وكان عنده آراء غريبة جدا عن الحضارة النوبية. وزول كان عنده نظرة ثاقبة، عمل مقارنات وأوراق عن إيزيس ووجوده في الثقافة السودانية والنوبية الحالية، عن مقارنات ما بين الأنباط كلغة واللغة النوبية، مقارنات غريبة جدا. وطبعا هذا الرجل يعني فقدناه، هؤلاء كلهم يعني أبطال. أنا لم يحظى لي أن أقابل الدكتور الشاب الشهيد محمد مختار خليل كبارة من أبو سمبل، ابن عمها، من النوبة الشقيقة، من النوبة السفلى من المنطقة في مصر. لكن هذا الرجل له بصمات وله كتابات، ووضع قاموس عظيم جدا بالألماني والنوبين، كذلك وثق كتاب لتدريس اللغة، وكذلك طور أول الناس اللي بدوا يتكلموا عن الحرف النوبي القديم. هذا الرجل يعني استشهد في ظروف غامضة، نحن لا ندري ولا نتهم، لكن تم كل الدلائل تشير أنه تم اغتياله، لأنه كان رجل ثوري بيحاول يعمل مشروع نوبي ضخم، وكان رجل عنده كونكشن، وكان عاوز يعمل عملية بتاعت إحياء بحث للغة النوبية باستخدام الحرف النوبي القديم، وهو أول زول يقترح هذه اللي. وهذا الشاب اللي مات في ريعان شباب يعني دون ال 35 يعني. وافتكر انه لو كان عايش كان حيقدم الكثير جدا. وقالوا انه كان يجيد اللغتين الاندهندي، اللغه الكنزيه والنوبين على سواء، وباحث لا يشق له غبار. رجل عظيم ورجل اثاري يعني كان عنده كثير. الفكر الهادي اثاري، ومحمد مختار خليل كبار اثاري، عبد الحليم طبيب، ومحمد الفولي بدر رجل تعليم. هذا اللي نحن ديل الأبطال الحقيقيين المفروض نحتفل بهم اليوم، ونحن خصصنا الاحتفال اليوم لهؤلاء الأبطال. جمعية اللغة النوبية بتواصل عملها، نحن عندنا فصول لتأهيل الدراسة سواء كان في أمريكا أو في برا في أي حتة أونلاين. هذه المشاريع اللي احنا اشتغلنا عليها للغة نوبين عشان نديها حقها، عشان نقدر نواصل في مشروع هؤلاء مشروع عندنا، مشروع توثيق اللغة، مشروع القاموس، مشروع تدريس تمليك الحرف للأساتذة. عندنا منهجية شغالين فيها، عندنا تدريس للأطفال، مناهج الأطفال، كذلك عندنا تطبيق موجود ومتوفر الآن وهو مجانا، وكذلك عندنا أعمال كثيرة. هذه هي التوثيقات والأعمال اللي احنا شغالين فيها، والبعض عندنا بعض النشاطات في الجامعات الأمريكية هنا، وبنعتمد على الفصول وتأهيل الأساتذة. وكان عندنا برضو نضال في الدولة السودانية، وهنا برضو نحن ندي أتريبيوت للأستاذ محمد مرسي من قرية مرشدي، واحد من الأساتذة العظيمين اللي شاركوا في جمعية اللغة النوبية، واحد المناضلين اللي خدت بصماته، واللي كان بيدرس في مناطق حلفة والمحاس والسكوت، وبيأهل الأساتذة في مشروع تأهيل الأساتذة لتمليك الحرف أو لتدريس الأطفال. ويا سلام على روح هذا الثائر النوبي المناضل محمد مرسي. وهنا
أبطال كتار يا جماعة صراحة، يعني شاركوا في هذه المسيرة، وإلى أن توج اليوم أن إحنا بنتكلم وزي ما استلمنا منهم من الراية. طيب هذه جزء من ملامح ما نقدمه نحن في مدى في موضوع تمليك الحال، تدريس الأطفال، وعندنا الأغاني للأطفال و جزء من الحصص التي تدرس للأطفال. ونعدكم بأن يكون في عام مثمر هذا العام والأعمام والأعوام الجاية، ولن ينطفي، وجزء من الأعمال الترجمية لن ينطفي، لن تنطفي الثورة النوبية والثورة الإفريقية اللي أطلقوها الآباء الكبار أم سيزار في مدرسة الزنوجة، سواء كان وآبائنا النوبيين مع محمد متولي بدر، الهادي حسن أحمد هاشم، الدكتور عبد الحليم صبار، ودكتور محمد تختار خليل كبار. أن إحنا بنقول لهم ورم كيلاني كدموم ريامنا وقريس هجو جدو ترف مشاك جاق منا ورمكي لني أمن نركي دفق كلب منا قر ديوسي ويلتون منا أهون الأوج ملكة من سنين كوارتك إن سيريو دوكة كرتاجي أرين كيلكة ترين بد بد سكيكة ترين بد بد سكك وروم كيلاني كوغورا فمنجنا. فستصمد، ستصمد الثقافة السوداء، وستصمد اللغة النوبية السوداء، وستصمد لغة نوبين إلى الأجيال القادمة بفضل هذه الروح الثائرة ونضالات هؤلاء الآباء والأساتذة ونضالات الشعب النوبي الشعوب الإفريقية. وكل عام وأنتم بخير. كوريغون آنيانالا نوبا توت خليل، جمعية اللغة النوبية.